أنا هسأل أستاذة عبير فوزي المدرسة بمدرسة المستقبل للغات بالعاشر من رمضان. أستاذة عبير أهلا بيكي. أهلا بيك يا سلمان. أستاذة عبير، اللي أنا استمعت إليه ده صحيح؟ يعني أنا عندي مدرسين وطلبة إخوان ومدرسين بيكلموا الطلبة وبيعملوا تسويق ودعاية لجماعة الإخوان وإهانة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة؟ ايوه يا فندم، ده حصل فعلا في المدرسه، ومديره المدرسه بلغت وجات لجنه من الوزاره بتاريخ 25/2 لجنه استماع واستمعت، ودخلت اللجنه الفصول على طول للاولاد، واللي اولاد هم اللي قالوا كده. احنا فوجئنا كلنا ان الاولاد بتقول عليهم الكلام ده، احنا كلنا ما كناش بنعرف اللي بيحصل في فصول ثالثه. يعني الاولاد زي ما سمعنا كده بداوا يقولوا ده بيكلمونا عن السيسي ومرسي، قالوا لجنه الاستماع للكلام ده اللي جات يوم 25/2 المدرسه من وزاره التربيه والتعليم. حتى انا واحده من الناس دخلوا لي الفصل اللجنه ديت مع مدير الاداره، ودخلوا عندي وسالوا الاولاد بتوع سنه اولى ابتدائي، لان انا بدي سنه اولى ابتدائي، قالوا لهم مين بيحب مصر، مين بلدنا، ايه بلدنا، ايه انتوا حافظين علم تحيه العلم، حافظين النشيد بتاع بلدنا؟ الاولاد قالوا اه، وقاموا سمعوا النشيد. فحتى الاستاذ قال لهم طب اتفضلوا اقعدوا، قالوا له ما ينفعش نقول نشيد بلدنا واحنا قاعدين. واللجنة دي المدرسة الوحيدة اللي فيها سقفت لها، لأن هي محفظة الأولاد أو انتماء وطني، ما بنتكلمش في أي حاجة سياسة. فوجئنا بعد ما اللجنة نزلت إن في ثلاثة من الزملاء اترحلوا العمل إداري في الإدارة علشان خاطر إن هم بيتكلموا في المواضيع الإرهابية أو عن داعش أو عن صور مخلة بالآداب لبعض من المدرسين معانا. لا أنا عايز أعرف بقى إيه صور مخلة بالآداب دي؟ يا فندم حضرتك في شهر 12 ولد كان قاعد على الموبايل في المدرسة وبيتفرج على أفلام إباحية، جاب صورة الواحدة شبيهة بيها 90% أو 80%، وقعد يبعتها مع بعض على البلوتوز، وبعد كده وروها للمستر محمد حامد. خد مستر محمد حامد الصورة من على الموبايل وأخذ الموبايل من الولد وطلع لمدة 9 حصص، من الحصة الأولى للتاسعة بيفرج عليها بقية الزملاء، وانا في المدرسه طبعا ما اعرفش حاجه. انا عرفت الموضوع من اهل جوزي في مصر، على اعتبار ان الصور دي ليكي، يعني المشاهد على اعتبار ان الصوره دي ليا، يعني استاذه يعني مدرسه في المدرسه ليها مواقع اباحيه وبينوه للولاد في قلب الفصول، خشوا واتفرجوا، خشوا وشوفوا الزميله المحترمه الفاضله اللي في المدرسه. وهو ده مدرس بينتقم منك عشان هو ينتمي للاخوان؟ هو بينتمي للاخوان، بس انا ما اعرفش ايه سبب انتقامه مني، بينتقم مني ليه؟ انا ما عملتلوش حاجه وما عملتش لاي حد حاجه في المدرسه. طب هل وزاره التربيه والتعليم حققت في هذه الوقائع؟ لا للاسف يا فندم، انا قدمت مذكره للاداره التعليميه عشان امشي رسمي واخد حقي قانوني بتاريخ 16/3 لمدير الاداره الاستاذ محمد علي زوجي اللي راح بالشكوى، ولم يحقق فيها. بعت لنا يوم الاربعاء المحقق الاستاذ احمد وحقق مع الاولاد وسمع من الاولاد اللي انا عمري ما سمعته ان هو قال عليا الكلام ده في قلب الفصل في قلب ثالثه تاني وثالثه ثالث. والاولاد لما انا جات لي جلطه بتاريخ 3/3 بسبب الموضوع ده، ورحت بعد ما رجعت من الجلطه في اخر يوم في الاجازه بتاعتي 10 ايام ولاد بيهاجموا بنتي، والتاني بيقول له اسكت دي مامتها كذا، والتالت يقول لها لا ده احنا جبنا براءه مامتها. الاولاد مسجلين للمستر تسجيل ومعايا، ومعايا الصوره اللي هم جابوها، ومعايا بقيه الفيلم اللي فيها الست اللي مش انا، وادي براءه ميس عبير. يعني خلوا الاولاد كمان تدور في بقيه الافلام عشان يطلعوا براءه مدرستهم. لما رجعت من الاجازه يوم الحد، يعني احنا نوصل للحاله دي؟ افلام اباحيه في قلب الفصول، افلام اباحيه عشان يقولوا انه دي المدرسه بتاعتها الفاضله اللي كانت بتديكوا لغه عربيه، ليها موقع على عرب نار، خلى بقيه الاولاد كلها تتفرج، وخد الصوره ونشرها على اساس ان هو انا، ما دورش على بقيه الفيلم عشان يشوف الحقيقه، ما دورش عشان خاطر انا ما اعرفش هو عمل ليه كده. 4 شهور يا استاذ وائل في المدرسه، من شهر 12 لشهر 3 والموضوع ده منتشر وانا ما اعرفش عنه حاجه. طبعا احنا بندعو للتحقيق في كل هذه الوقائع، مش ممكن ابدا يعني وزاره التربيه والتعليم تسيب الكلام ده في منتهى الخطوره، اتهامات
بالأخوانة واتهامات أيضا بالإباحية وإنه يتم تداول أفلام جنسية والإدعاء بأنها تخص مدرسة في المدرسة والمدرسة بتقول حققه وإنه يتم كمان استخدام سياسي للمدرسة بهذا الشكل. على وزارة التربية والتعليم أن تحقق في هذه الوقائع الخطيرة.